كنت عم بطبخ برا، فت لجوا شوي لبت النار، يمكن النار لبت محل ما كنت عم بطبخ، علقني خيمنا ما ضل عندنا شيء خالص خالص، شردنا والله شردنا نحن. ما ضل عندي لا منامي، لا ضل عندي جلي، لا ضل عندي غاز، لا ضل عندي غسالة، مروحة، كله كله وكل شيء ببيت انحرق، حتى أغراض لأولادي ما ضل، أولاد عمي وبصير بنت عمي كمان، هي بنت عمي أرملة كمان يعني عندها أولاد صغار كمان يعني تضررت خطاي، ثلاث أربع عائلات يعني بقول لك وأكثرهم الأطفال، طبخت وفت واستدوبني حطيت أكل، ما شفت إلا النار شالت، يا دوبني أسعفت أولادي وطلعت برا ولبت الخيم وجات العالم تطفي. يعني الحمد لله الاولاد ما ضرت، بس اشو يعني ما ضل عندي شيء خالص في بيتي خالص خالص. قاعدين ليك تفرج شلون قاعدين يعني وضعنا شلون، صيف صاير قاعدين برا، يوم هون يوم هوني، ويعني وضعنا كثير مأساوي، كثير وضعنا مأساوي.